أعزائي طلاب الخامس الإعدادي الفرع العلمي والأدبي، أهلا وسهلا بكم في حل تمرينات قواعد اللغة العربية. وصلنا إلى تمرينات المبتدأ والخبر. التمرين الأول قال تعالى: الله عين المبتدأ والخبر فيما يلي واعرف المبتدأ. قال تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. هنا احنا أول شيء نسوي جدول المبتدأ وبعدين الخبر. احنا ايش نريد نعرب؟ نريد نعرب المبتدا، صح؟ فنكتب اعراب المبتدا. زين، اول ايه قرانيه يقول: قال تعالى: الله نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. الله مبتدا، نور خبر، إعرابة لفظ الجلالة، مبتدأ مرفوع. راح أكتب لكم فقط مرفوع بالضمة، تكتبون يعني مرفوع علامة رفع الضمة ظاهر على آخره. زين، بعد عندنا الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات. شوف هنا مثل نوره كمشكات، هنا انتبهوا الخبر هنا مثل مبتدأ، هنا كمشكات الخبر. زين، كمشكات ايضا مبتدأ مرفوع، مرفوع علامة رفعه الضمة. زين، بعد ايش عندنا؟ فيها مصباح، مصباح هو ايضا مبتدأ وفيها الخبر، وراح يصير مصباح ايضا مبتدا مرفوع بالضمه. هذا بالنسبه الى الجمله الاولى. نجي على الجمله الثانيه. الجمله الثانيه خلينا نشوفها. قال الامام علي عليه السلام: السنه الحكماء تجود بالعلم وافواه الجهلاء تفيض بالسفه. هنا شوف المبتدا السنه الحكماء، مبتدأ ألسنة الحكماء، هنا ألسنة هاي مبتدأ، وهنا الحكماء الخبر، وهنا مبتدأ مرفوع بالضمة. عندنا بعد من عندنا أيضا أفواه الجهال، أفواه الجهال أيضا مبتدأ وخبر، بس هي جاية في جملة عطف، فنقول أفواه الجهال، وراح تكون مبتدا مرفوع بالضمه. زين، بالضمه، لان هاي جمله عطف جمله على جمله. قال الشاعر زهير بن ابي سلمى: ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمر. ويذمر هنا ومن يك، ومن يك، من هنا ثلاثه، من ثلاثة آية، من جملة يكذا فضل. زين، هذا راح يكون اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. بعد ايش عدي الجملة الرابعة. يقول قال الشاعر عبيد بن أيوب العنبري: وأول عجز القوم عما ينوبهم تقاعسهم عنه وطول التواتر. وأول عجز القوم، وأول هذا المبتدأ، وأول عجز القوم عما ينوبهم تقاعسهم الخبر راح يكون. زين، وأول عجز القوم، لأن كلها جملة واحدة، فراح يكون هنا أول تقاعسهم، يعني هنا راح يكون المبتدأ جملة رابعة، أول المبتدأ وتقاعسهم الخبر، وهذا راح يكون مبتدأ مرفوع بالضمة. نجي هنا خمسة: في الصدق نجاة،
نقول نجاة هي مبتدأ وفي الصدق الخبر، وراح تنعرب أيضا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. هذا بالنسبة إلى التمرين الأول. خلينا نشوف التمرين الثاني. التمرين الثاني يقول بيّن سبب تقديم المبتدأ في النصوص التالية. قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أول وحدة لأن المبتدأ هنا، لأن المبتدأ اللي هو محمد مقصور عن يمن على الخبر بالنفي وبعد والاستثناء. قال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. هنا الثاني لأن المبتدأ من الألفاظ التي لها الصدارة في الكلام، لأن المبتدأ من الألفاظ التي لها الصدارة في الكلام. نجي على الجملة الثالثة. قال تعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم. هنا الثالثة، انتبهوا، هاي الثالثة، لأن المبتدأ ضمير شأن مقترن بلام الابتداء. لأن الثالثة، لأن المبتدأ ضمير شأن مقترن بلام الابتداء. زين، نجي على الجملة الأخرى اللي هنا، الجملة الرابعة. ومن أظلم ممن كتم شهادة. هنا ومن أظلم ممن كتم شهادة، هنا لأن المبتدأ من الألفاظ التي لها الصدارة في الكلام، اسم استفهام. هنا لأن المبتدأ من الألفاظ التي لها الصدارة في الكلام. قال الشاعر أبو العتاهية فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني. هنا يقول الخامسة لأن المبتدأ كم، فكم من زلة، هنا هاي كم خبرية، لأن المبتدأ هو كم الخبرية التي لها الصدارة في الكلام. خمسة لأن المبتدأ كم الخبرية التي لها الصدارة في الكلام. هذا بالنسبة لهذا التمرين. نجي على التمرين الثالث. التمرين الثالث يقول اقرأ النص التالي ثم اعرف ما تحته خط. قال جبران خليل جبران الاعتقاد شيء والعمل به شيء اخر، كثيرون هم الذين يتكلمون كالبحر اما حياتهم فشبيهة بالمستنقعات، كثيرون هم الذين يقعون يرفعون رؤوسهم فوق قمم الجبال اما نفوسهم فتبقى هاجعه في ظلمه الكهوف. هو شيء يريد احنا فقط اللي جواها خط. اول شيء شيء راح يصير شيء خبر مرفوع وعلامه رفعه الضمه. اما حياتهم هنا حياتهم، شوفوا حياتهم شنو، فشبيهة، أما حياتهم فشبيهة. حياتهم هنا ايش راح تنعرف؟ راح تنعرف حياتهم تنعرف مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف والهاء مضاف والهاء مضاف إليه. هنا فشبيهة هنا فشبيهة شبيهة الفاء هاي الفاء اسمها هنا شبيهة تنعرف خبر مرفوع وعلامة رفعه
الضمة، الظاهرة، على آخر. هنا بالنسبة للفاء نعرفها فاء رابطة، هي واقعة فاء رابطة، هنا لا محل لها من الإعراب. زين، نجي على التمرين الآخر اللي هو التمرين بين نوع المبتدأ والخبر في نص الشعر التالي وعرضهما. قال الشافعي: الناس بالناس ما دام الوفاء بهم والعشق لهم ساعات وأوقات. زين، أول شيء الناس هي هاي مبتدأ، هنا الناس هاي المبتدأ، هي أول نطلع أول شيء المبتدأ نوعه أعراب. أول شيء عندي الناس، الناس هذا هو المبتدأ نوعه ظاهر، اسم ظاهر، مبتدأ مرفوع بالضمة، مرفوع بالضمة. زين، الخبر هنا نكتب الخبر، الخبر للناس نوعه شبه جملة إعرابه، إعرابه هذا إعرابه هذا راح يكون حرف جر، شبه الجملة، شبه الجملة في محل رفع خبر. زين، وأكرم الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده، تقضى على يده للناس حاجاتهم. وأكرم الناس هنا عندنا أكرم، خلينا نشوف أكو في بعد الناس بالمادة والعسر، ها والعسر أيضا، والعسر هنا العسر ساعات، هنا بعد بيها العسر أيضا اسم ظاهر مرفوع بالضمة، وعندك هنا خبر ساعات، وهنا راح تكون ظاهر، اسم ظاهر ومرفوع بالضمة. زين، هذا بالنسبة للبيت الأول. بالنسبة للبيت الثاني، وأكرم الناس ما بين، راح يصير أكرم أيضا اسم ظاهر مرفوع بالضمة، راح يكون مرفوع بالضمة، وعندنا أكرم الناس ما بين الورى رجل، رجل الخبر ظاهر الاسم ظاهر أيضا الضمة، يعني تقولون خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. بعد ايش عندنا؟ يقول لا تقطعن يد المعروف عن احد ان كنت تقدر فالايام كارات. هنا الايام، الايام ايضا الايام راح يكون هنا اسم ظاهر، اسم ظاهر ايضا مرفوع بالضمه، وعندنا بعد منه كارات راح يكون اسم، اسم مفرد ايضا اسم ظاهر او اسم، يعني ما يكون اسم مفرد، يعني خبر يكون اسم مفرد وليس اسم ظاهر الخبر، اسم مفرد عفوا، اسم مفرد، اسم مفرد ويكون هنا يعني خبر مرفوع بالضمة. بعد عندنا منه واشكر صنيعة فضل الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات، حاجات هنا يعني راح تكون حاجات اسم ظاهر هذا الضمة، وهنا إليك، إليك هذا أيضا شبه جملة، شبه جملة راح يكون شبه جملة في محل رفع خبر، شبه جملة، شبه جملة في محل رفع خبر. زين، نجي على قد مات قوم وما مات فضائلهم وعاش قوم وهم في الناس أموات، وأموات هنا المبتدأ أيضا اسم ظاهر. زين، الضمة العفو هنا وعاش قوم وهم من أموات خبر، هم أموات على خبر. زين، فهنا هم راح يكون هم
نوع ضمير منفصل، أيضا ضمير منفصل في محل رفع، ضمير في محل رفع مبتدأ، مبتدأ، وعندنا هنا أموات مفرد، اسم مفرد، المفرد راح يكون مفعول طفل. هذا بالنسبة لهذا التمرين. نجي على التمرين اللي بعد التمرين الخامس، يقول بين ما حدث من المبتدأ أو الخبر في كل من ما يأتي. لعمرة ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. هنا حذف المبتدأ وجوبا تقديره قسم في عنقي. هنا هذه الجملة الأولى حذف المبتدأ، الجملة الأولى حذف المبتدأ وجوبا تقديره قسما في عنقي. نجي على الثاني، نعم الخلق الوفاء. هنا نحذف المبتدأ، المبتدأ لأنه مخصوص، المخصوص بالمدح تقديره هو. الثالثة، لولا الهواء لماتت الأحياء. ثلاثة، لولا الهواء لماتت الأحياء. ثلاثة هنا حذفت، حذف الخبر وجوبا تقديره موجود. الرابعة، يمين الله لأبراهيم والدي. هنا حذف الخبر، خبر، وهو تقديره قسم، وهو تقديره قسم. زين. خمسة، اجتنب اللئيم الدنيس. هنا أيضا حذف المبتدأ، خمسة حذف المبتدأ وجوبا لأنه لأن الصفة قطعت عن الموصوف، قطعت عن الموصوف وتقديره. هذا بالنسبة لهذا التمرين. بالنسبة للتمرين أعتقد الأخير السادس، السادس يقول اشرح البيت التالي ثم اعرضه. ما رجاء محقق بالتمني أو حياة محمودة بالتواني. هنا يعني أن أهداف المشاريع لا تتحقق بالتمني والعمل، وإنما بالعمل الجاد والمثابرة والتعب والسهر وقوة العزيمة. إعرابه ما تكون ما نافية غير عاملة لا محل لها من الإعراب. رجاء مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، محقق خبر مرفوع، خبر مرفوع بالضمة، بالتمني، الباء حرف جر، التمني اسم مجرور وعلامة جره، الكسرة المقدرة على الياء، منع من ظهورها للثقل، منع من ظهورها للثقل. والجار والمجرور هنا متعلق بمحقق بالخبر، والجار والمجرور متعلقان بالخبر. أو حرف عطف، أو حرف عطف يفيد التخيير، أو حرف عطف. طبعا حرف العطف مبني لا محل له من الإعراب. حياة هنا راح تكون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. محمودة أيضا راح تكون خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة
ظاهر على آخره. بالتواني راح يصير نفس إعراب التمني، الباء حرف جر، الباء بالتمني للتواني، الباء حرف جر، حرف جر، والتواني اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء منع ظهورها للثقل، والجار والمجرور مثل الآن الخبر محمودة. وعندنا والجملة، الجملة اللي هي حياة محمودة بالتواني، حياة محمودة بالتواني معطوفة على جملة، على جملة رجاء محقق. هذا بالنسبة لهذه التمارين. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.